مرحبا، اسمي لونا خوري عبد من حيفا، وأنا بشتغل كمستشارة توظيف للوسط العربي في شركة مانباور. من سنتين دخلت مجال التوظيف بمساعدة جمعية كاب مشبه خط المساواة. بحب أشارككم كيف أنا وصلت لوظيفتي اللي هي مستشارة تشغيل بشركة مانباور. قبل بسنتين كنت كتير أدور على شغل، فتوجهت لجمعية كاب مشبه وكتير ساعدوني ونصحوني إني أبلش طريقي بشركة مانباور اللي هي شركة عالمية اللي هي بتختص بمجالات التوظيف والتشغيل. ومن 3 سنين قررت شركة مانباور إنه تفتح المجال أو تختص بفرع الوسط العربي بقلب الشركة، اللي هو طبعاً بيفتح مجالات العمل لأكاديميين وكمان غير أكاديميين إنه يفوتوا وأكتر يكونوا قسم من سوق الشغل بمدينة إسرائيل. من 3 سنين شركة مانباور قررت تعمل قسم للوسط العربي، والهدف من القسم للوسط العربي هو إنه يفتح المجالات ويعطي كتير فرص تشغيل للوسط العربي بدولة إسرائيل. كتير كان عنده مهم إنه كمان إنه نشتغلوا بهذا القسم يكونوا كمان مستشارين اللي بيحكوا اللغة العربية. كل الفكرة كانت إنه ليش مستشارين اللي بيحكوا اللغة العربية، هو لأنه أكتر بيفهموا طالب العمل العربي بالضبط من وين هو جاي، القيم اللي هو جاي منها، عشان يقدروا يعملوا خط وصل أو نقطة وصل بين طالب العمل لبين المشغل الإسرائيلي. من تجربتي اللي صلها تقريباً 3 سنين بالشركة عم بحس في تغيير من ناحية المشغل الإسرائيلي، إنه شوي عم بفهم، أو شوي من تجارب اللي هي ناجحة شوي عم بفهم إنه بينفع إنه أنا أشغل عربي عندي بكل مجالات أو بكل وظيفة. بصير في تغيير فكري من الطرفين، الطرف الإسرائيلي المشغل الإسرائيلي عم بحب أو عم بيكون منفتح إنه يكون في عنده شغيل عرب، ومن ناحية تانية الشغيل العرب مش عم بيكون كمان عندهم استعداد إنه نشتغلوا بشرك اللي هي تابعة شرك إسرائيلية. وهذا الإشي أنا بفكر إنه بس رح يساعد وبس رح يودينا على إشي مسالم، أو على إشي اللي هو إشي نتفق عليه، إشي واحد اللي الطرفين نتفقوا عليه. واحد من الأشياء اللي عن جد نجحت وبآخر سنة هن المشروع اللي عملوه مع رئيس الدولة شمعون بارس، إنه فتحوا المجال للوسط العربي إنه يفوت على مجال الهايتك. هذا المجال اللي إحنا مش كتير وصلينه كوسط عربي بمنطقة إسرائيل، وهذا الإشي بدل إنه في دافع وفي هدف إنه المشغل اليهودي حابب إنه الوسط العربي يفوت ويكون قسم في مجال الهاي تك، وفي كمان مجالات تانية اللي هي كمان تنعد مجالات راقية وحلو إنه الواحد يشتغل فيها وبدل على مكان معيني.